أحد الأخوة الشباب معش أحد الأخوة كان يصلي معي في نفس الجامع الذي وإما من حفظ كتاب الله وقبل وكان يتحدى الشباب في حفظه يحفظ كتاب الله يا أخوان والله التقيت بالقراء والحفاظ والذي لا إله غيره ولا رب سواه ما وجدت أحفظ منه ولا أثقل منه لكتاب الله والله إنه يتحدى الشباب يذهب من حفر الباطل يوم الخميس قبل الماضي وكان الأخ مصري وكان مدرس في عنيزة لغة إنجليزية وانتقل إلى حفر الباطل لثلاث سنوات في حفر الباطل ويأتي كانت في رحلة في مطار القصيم إلى 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 مصر مباشرة فنزل أحد الأخوة وذهب إلى عنيزة يحب عنيزة حبا جمل فيقع عليه حادث وكان وقتها مطر وقت مطر فخرج على المسار الأيمن فإذا تريلا واقفة في الطريق أراد إرجاع السيارة فتزلجت في الماء فارتطم ثم توفي رحمه الله رحمة واسعة والله الذي لا إله غيره أنا ممن غسله وكفنه إننا ما نغسل وجهه إلا ويشع النور والله أن أحد الأخوة يقول يا أبو عبد الله الرجل يبتسم الرجل يبتسم انظروا كرم الله كان يا أخوان يوم الخميس في الليل كان من المستحيل عندما أتي إلى ثلاجة الأموات قال يا أخي مستحيل أتكلم بالخيال يا شيخ أتكلم بالخيال هذا أجنبي مستحيل أن صلوا عليه يوم الجمعة مستحيل لماذا؟ إجراءات من السفارة موافقة من السفارة وتصريح دفن موافقة من والده جوازها الأساسي جوازها الأساسي في إدارة التعليم خميس الجمعة مسكر عليه في أدراج إدارة التعليم الموافق كان من المستحيل قال المستحيل قبل سبعة أيام لا تحلم قلت يا أخوان أعرف أبو عبد الرحمن جيد والله الذي لا إله إلا هو سوف تصلون عليه صلاة الجمعة غدا إن شاء الله ليس تعلي على الله لكنني أعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكرم أهل كتاب الله لأنه ممن حفظ كتاب الله خالصا لوجهه ولا أزكي على الله أحد قلت اسعوا أنت يا فلان وفلان اتصلوا على السفارة ومجموعة من الشباب يذهبون إلى 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 السفارة من الرياض إلى الرياض يذهب إلى سفارة مصر والده يرسل تصريح دفن في المملكة والمرور في منطقة المكان في ضواحي بريدة المرور أنا أكفيكم إياه كلمت أحد الأخوة ضباط هنا وسعينا من بعد صلاة العصر يوم أتت الساعة الثانية صباحا وأوراقه جاهزة ونصلي عليه صلاة الجمعة والذي جل جلاله إني ألتفت إلى الصفوف لا أجد حدا لها والله إني في الصف الأول أعيان أهل عنيزة وكبار أهل عنيزة يقول هذا من أعيان البلد من هو غريب ما نعرف هذا الرجل من هو الشياب أهل الصف الأول هذا من هو قال أحد له هذا مصري إذا كنتم لا تعرفونه يا أهل عنيزة فإن الله جل جلاله يعرفه صلينا عليه وحضر جمع غفير يا أخوان فهذا كرامة من كرامات الله لأوليائه ولا أزكي على الله أحد أسأل الله يجمعني وإياه في جنة النعيم إذا رأيت يا أخي أهل الخير ومآلهم وأهل الشر ومآلهم فقدم لنفسك انفع نفسك يا أخي انفع نفسك فلا ينفعك إلا ما قدمت لنفسك أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم وأن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه نافعة لي ولكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلى الله عليه وسلم.